السلام عليكم ورحمة الله. صوت مسموع؟ طيب، أنا ودي نبدأ الآن. حياك الله. ودي نبدأ الآن، لأن بناخذ اليوم على الأقل 4 أو 5 محاضرات، بحيث أننا ننتهي من الأصول. في الأسبوع القادم نبدأ بالقواعد الفقهية إن شاء الله. فلذلك خلكم تابعوا معي، سأخذ إشارات يسيرة، واللي عنده أي إشكال ممكن يسأل عنها من خلال القراءة. بارك الله فيكم. بالنسبة للحلقة 15 تتكلم عن النهي، وتتذكروا لما شرحنا سابقا وقلنا أن النهي طلب إيش؟ طلب ترك بالقول ممن هو أعلى، يعني الأمر طلب فعل، وهذا طلب، وهذا هذا هذا طلب طلب ترك. طيب، النهي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التحريم أو الكراهة؟ لابد نعرف دائما إذا وجدت قرينة فنعمل بالقرينة. يعني لو كان في أمر ومعه قرينة تدل على أنه للإباحة فللإباحة، نهي معه قرينة تدل على أنه للكراهة فللكراهة، لكن إذا ما في قرينة مع النهي فهو لإيش؟ للتحريم. والأمر إذا ما معه قرينة فيكون لإيش؟ للوجوب. واضح؟ طيب، يجي عندنا شو واحد يسأل يقول النهي هل يقتضي الفساد؟ يعني الله عز وجل نهانا عن البيع وقت نداء الجمعة الثاني، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيش؟ وذروا البيع. طيب، لو جاء واحد الآن وانت رايحين مثلا، لنفرض ان حسين راح يصلي الجمعه ودخل الجامع او قرب من الجامع وهو يؤذن النداء الثاني، وجد العامل يبيع مساويك، العامل هذا باع وقت النداء الثاني، صح؟ اذا العامل يرتكب محظور منهي عنه، فهل البيع اللي يبيع العامل فاسد او ليس بفاسد؟ هذه مساله هل النهي يقتضي الفساد، يعني اذا نهينا عن شيء هل هو فاسد او ليس بفاسد؟ يعني نحن نهينا عن بيع الخنزير، طيب لو باعه واحد، نهينا عن بيع الربا، طيب لو باع الواحد بالربا، هل يكون فاسد ولا ما يكون فاسد؟ هذه مسألة النهي، هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. كمدخل لهذه المسألة، تذكرون لما قلنا لكم المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ تذكرونها؟ النهي هنا ايضا نوعين، منهي عنه لذاته ومنهي عنه لإيش؟ لغيره، يعني نفس ما قلنا في المحرم. ولذلك لو سألتكم سؤال من خلال اليوم نتكلم عن المحرم، أعطوني مثال لمنهي عنه لذاته. بيع مثلا ماذا؟ منهي عنه لذاته. أحسنت حسين، بيع الخنزير، بيع الكلب، بيع النجازات، أجلكم الله والملائكة. طيب، إذا نفس الكلام لما قلنا في المحرم، والمنهي عنه لغيره مثل ماذا؟ يوم مثلنا المحرم لغيره تذكرون؟ أيوه أحسنت، والبيع الربوي ونحو ذلك. إذا خلاصة المسألة هذه قريبة جدا من المحرم. عرفنا أن النهي ينقسم إلى قسمين، منهي عنه لذاته ومنهي عنه لغيره، وعرفنا أمثلتها. سأنتقل بعد ذلك إلى 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 الحلقة 16، وهي تتعلق بالعام والخاص. بالنسبة للعام الآن، لما أقول مثلا يا تهاني أكرم الطلاب، لما أقول الطلاب وش تفهمون منها؟ الجميع ولا البعض؟ إذن هذا لفظ إيش يسمى؟ لفظ إيش يسمى؟ لفظ أيوة عام، مستغرق عام. إذن اللفظ العام، اللفظ العام بارك الله فيكم، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، يعني كل ما ينطبق عليه. لما أقول المسلمين يتناول كل المسلمين، الطلاب يتناول كل الطلاب، وهكذا. إذن هذا هو العام.
بالنسبة بارك الله فيكم للخاص، يقولون في تعريفه ما دل على إيش؟ ما دل على معين. أحسنت جود، أحسنت حسين، معين محصور بالتحديد. وذلك لو قلت مثلا نجود أو حسين أو روان أو تهاني، هذا لفظ عام ولا خاص؟ هذا خاص، لأنه يدل على معين محصور، معين محصور، فهو لفظ إيش؟ لفظ خاص. طيب بالنسبة للعام، هل في ألفاظ وصيغ تدلنا على العموم؟ نعم فيه، من ضمنها ماذا؟ لما نسمع كل وجميع نفهم إيش؟ لما أقول كل من عليها فان، نفهم العموم ولا لا؟ إذن كل من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ العموم. طيب لو نسمع لفظ جمع لكن فيه ألف ولام مثل مسلمين، ضعوا فيه ألف ولام، وش يكون؟ لا لا، لفظ مسلمين لو وضعنا ألف ولام وش يكون؟ كيف ينطق يعني؟ المسلمين، إذا قلنا المسلمين فيفيد العموم ولا لا؟ إذن الجمع، الجمع الذي المحلى بالألف واللام يفيد إيش؟ يفيد أيضا، يفيد العموم ولا لا؟ أيضا أسماء، أسماء الشرط، لو قلت لكم من حضر اليوم له درجة، تفهمون أنها الواحد منكم ولا كل من يحضر؟ إذن 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 ألفاظ الشرط أو أسماء الشرط تفيد أيضا، تفيد، تفيد العموم. أيضا النكرة في سياق النفي، يعني نكرة مثل أحد، أحد نكرة، لو قلت لا أحد يحضر، نكرة منفية في سياق النفي، وش تفهم منها؟ أنها خصوص، خاصة ولا عامة للجميع؟ يفهم منها أنها عامة. إذن هذه كلها ألفاظ تفيد، تفيد، تفيد العموم. طيب بعد ذلك الدكتور عندكم ذكر أنواع التخصيص، تخصيص القرآن بالقرآن والسنة بالسنة ولا لا؟ شاهدتوها؟ هي أسماء الموصولة كلها، كلها يا حسين، شفتوا أنواع التخصيص، تخصيص القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وكذا، هذه يكفيكم تعرفون العناوين الرئيسة فيها حتى ما أثقل عليكم بكثرة الأمثلة فيها. طيب ننتقل للحلقة 17، المطلق والمقيد. الإشكال في المطلق والمقيد أنه قد يلتبس وقد يتشابه بإيش؟ بالعام والخاص، فلذلك نحتاج أن نفرق بينهم، فانتبهوا معي. بالنسبة لما أقول، بقول لكم مثالين وبينوا لي الفرق بينهم. لما أقول أعتق، أعتق رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، ممتاز. ولما أقول أعتق رقبة، وش الفرق بينهم؟ وش ترى الفرق بينهم؟ كلها أعتق، كلها أعتق. أيوة، وين المطلقة يا حسين؟ رقبة مؤمنة ولا رقبة؟ والكلام للجميع طبعا، المطلقة، المطلقة لما أقول رقبة مؤمنة، هل أطلقت ولا قيدت وحصرتها في الإيمان؟ لما أقول رقبة مؤمنة، هذا قيد ولا لا؟ قيدتها. يعني بضرب لكم مثال أوضح، بضرب لكم مثال أوضح. لما أقول أعتق آه
لا مو بعتق، نقول مثلا ايش؟ أكرم الطالب الأعمى أو طالبا أعمى. هل أنا أطلقت أي أعمى أي طالب، ولا قيدته بأنه الأعمى من الطلاب؟ إذا كان في قيد فتسمى مقيدة، هذه تسمى مقيدة. لكن لو أطلقت أعتق رقبة، أعتق أكرم طالبا، هذا إيش؟ هذا يسمى مطلق. عرفنا الفرق بين المطلق والمقيد؟ لأن بيجينا مثال من خلاله نعرف الآن الحالات المهمة اللي بتجينا في الدرس. لاحظوا، تذكرون الآية، يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إيش؟ من يذكر الآية؟ أو دما، أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. ممتاز. وفي آية ثانية يقول حرمت عليكم الميتة والدم. طيب لما يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق ولا مقيد؟ الميتة والدم مطلق. ممتاز. طيب في الآية الأخرى أو دما مسفوحا، مطلق ولا مقيد؟ أو دما مسفوحا. ممتاز. طيب حين احترنا في آية أطلقت الدم وفي آية قيدت الدم ولا لا؟ فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ لو حسين ذهب للسوق وجاب ذبيحة وقدمها لأهل بيته يطبخونها، طبعا معروف إن في الذبيحة في العروق إيش؟ في دم ولا لا؟ الآية الثانية تقول الميتة والدم، يعني أي دم ترى حرام حتى اللي في العروق. لكن الآية الأولى تقول أو دما إيش؟ مسفوحا، يعني لا يحرم إلا الدم اللي سايح اللي يسيح في الأرض هو اللي حرام. عرفت الفرق بين الآيتين؟ إذا عندنا آية مطلقة وآية مقيدة. طيب إذا كان عندنا آية مطلقة وآية مقيدة ماذا نفعل؟ هذه تسمى حالات ورود المطلق على المقيد، حالات ورود المطلق على المقيد. يعني إذا كان عندنا آيتين مطلقة أو حكمين أو دليلين مطلق ومقيد، فماذا نفعل؟ اتضح هنا؟ لأن الآن بنطلق لكم للأمثلة. شفتوا المثال اللي ذكرته قبل قليل لكم حق الدم؟ الحكم في الآيتين واحد، وهو تحريم الدم ولا لا؟ يعني كل الآيتين تحرم الدم صح؟ طيب لماذا حرم في الآيتين؟ لأن الدم نجس. يعني لو سألنا ما السبب في تحريم الدم في الآية الأولى؟ لأنه نجس. وما السبب تحريم الدم في الآية الثانية؟ لأنه نجس. إذن الحكم في الآيتين واحد، والسبب أيضا إيش؟ والسبب واحد. هذه تسمى بارك الله فيكم اتحاد الحكم واتحاد إيش؟ أو اتفاق الحكم واتفاق كملوا اتفاق الحكم واتفاق إيش؟ واتفاق السبب. أيوة، واتفاق السبب. هذه أول حالة من المطلق والمقيد، أن يكون الحكم واحد والسبب إيش؟ والسبب أيضا والسبب واحد. في هذه الحالة يقولون يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، يعني عند جميع العلماء. وعلى هذا نقول لا يحرم إلا الدم إيش؟ لا، ما هو بالميت، الدم إيش اللي في الآية؟ أيوة، إلا الدم المسفوح فقط. طيب والآية المطلقة قيدناها بالاتفاق. إذا كان حكم الآيتين
واحد والسبب واحد بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد، فنقيد الآلهة المطلقة. واضح؟ بنتقل لكم للحالة الثانية ليتضح لكم الفرق بينهما. الله عز وجل يقول والسارق، خلكم معي، والسارق والسارقة إيش؟ فاقطعوا أيديهما. انتهينا، هذا رقم واحد، هذه آية واحدة. في آية ثانية يقول الله عز وجل في الوضوء وأيديكم إلى وين؟ وأيديكم إلى المرافق. طيب بسألكم سؤال، وأيديكم إلى المرافق، اليد هنا مطلقة ولا قيدها إلى المرافق؟ هذه مطلقة ولا مقيدة؟ ممتاز، قيدها. طيب فاقطعوا أيديهما في آية السرقة، اليد مطلقة ولا مقيدة؟ فاقطعوا أيديهما، هل أطلقها ولا قيدها؟ مقيدة بإيش يا نجود؟ نجود تقول مقيدة، قيدها بإيش؟ هل قال فاقطعوا أيديهما إلى المرفق ولا إلى الكوع ولا أطلقها؟ أطلقها، ممتاز، أطلقها. طيب نجي الآية، ظهر عندكم على السبورة، طيب شوفوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وش الحكم فيها؟ وش الحكم؟ الحكم إيش؟ القطع ولا لا؟ قطع اليد ولا لا؟ أحسنت، الحكم القطع. طيب في الآية الثانية هل الحكم القطع ولا الوضوء؟ في الآية الثانية أو الغسل، نعم الغسل يعني. طيب هل الحكم واحد ولا مختلف؟ ممتاز. طيب في الآية الأولى ما سبب القطع؟ لماذا نقطع اليد؟ وش السبب؟ السرقة. طيب في الآية الثانية لماذا نتوضأ؟ وش السبب؟ هل السبب السرقة ولا الحدث؟ إذن الحكم واحد في الآيتين ولا مختلف؟ طيب وش السبب، واحد ولا مختلف؟ أيوة، هذه تسمى اختلاف الحكم واختلاف السبب، يعني عكس الأولى تماما، عكس الأولى تماما. وضح الفرق بينهم؟ طيب في الأولى قلنا يحمل المطلق على المقيد، يعني نقيده بالاتفاق. هنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني نقول السارق تقطع يده إلى المرفق ولا ما يحمل؟ عند من؟ أيضا هنا بالاتفاق، لا يحمل المطلق على المقيد، يعني هناك اتفاق على الحمل وهنا اتفاق على إيش؟ هنا اتفاق على عدم الحمل، على عدم الحمل. واضح الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ لأني إذا فهمت الحالة الأولى والثانية عرفت الثالثة والرابعة على طول. طيب الحالة الثالثة اللي يكون الحكم واحد لكن السبب مختلف، يعني الله عز وجل يقول فتحرير رقبة، وفي الآية الثانية فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم واحد كلها عتق رقبة صح، لكن السبب مختلف، هنا ظهار وهنا قتل، فهذا اختلفوا فيها. والحالة الرابعة على العكس اختلفوا فيها. إذن عندنا بارك الله فيكم في حمل المطلق على المقيد أربع حالات، حالتين متفق عليها وحالتين إيش مختلف فيها. طبعا أنا سأكمل، واضح أنكم ما أدري تكتبون أو مشغلين، لكن سأكمل بما أن ما أحد منكم يستوقفني أو يسأل. طيب بعد ذلك ننتقل إلى دلالة المنطوق والمفهوم. بالنسبة للمفهوم الآن
لو قلت مثلا نجود أعطي الطلاب الحاضرين درجة أو جائزة، أنا نصيت على الطلاب الحاضرين صح؟ طيب واللي ما حضروا؟ واللي ما حضروا؟ وش تفهمون؟ وش تفهمون من كلامي؟ أيوة، لهم حكم ثاني. نطقت بالحاضرين، ولذلك عندنا شيئين، شيء اسمه مفهوم الموافقة وشيء اسمه مفهوم المخالفة. بناخذها واحد واحد. مفهوم الموافقة يكون عندنا شيء منطوق وشيء مسكوت، لكن المسكوت مثل المنطوق. هذا مفهوم الموافقة. يعني بضرب لكم مثال، الله عز وجل يقول في حق الوالدين: فلا تقل لهما أف إيش؟ ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف. يعني الله عز وجل حرم إيش؟ حرم قول أف ولا لا؟ في التأفف. طيب لو جاء واحد وضرب أبوه وقال أنا ما قلت أف فقط ضربته، وش يقولون له؟ تقولون حرام ولا لا؟ كيف عرفتوا أنه حرام؟ طيب هل الله عز وجل نطق بالحكم؟ لا. هل الله عز وجل قال لا تضربهما؟ هل هو منطوق؟ ما هو منطوق يا حسين أبدا، لكنكم تقولون حرام، كيف عرفتوا أنه حرام؟ أيوة، إذن المسكوت نفس حكم ايش؟ نفس حكم المنطوق. هذا يسمى مفهوم ايش؟ مفهوم موافقة. اذا مفهوم الموافقة ان يكون المعنى المسكوت موافق لحكم ايش؟ لحكم المنطوق. عرفنا مفهوم الموافقة؟ طيب مفهوم المخالفة وش بيكون معناه؟ يكون المسكوت ايش؟ ايوه، يكون المسكوت مخالف للمنطوق. هذا مفهوم المخالفة. طبعا مفهوم المخالفة انواع، من ضمنها يقولون مفهوم الصفة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سائمة الغنم الزكاة، يعني الغنم إذا كانت تسوم وترعى في البر فيها زكاة، في سائمة الغنم الزكاة. طيب يجي واحد ويقول أنا عندي غنم لكن ما هي بترعى في البر، أنا أضعها في الحوش عندي وآتي لها بالطعام، هل فيها زكاة؟ وش رأيكم؟ يلا هفتونا، أنتوا بفتوى منكم، فيها زكاة ولا ما فيها؟ حسين اترك 40 وترك 50، عندها 2000 شاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت في سائمة الغنم الزكاة، يعني السائمة اللي ترعى في البر. هذا يقول أنا ما أرعاها في البر، أنا عندي جي في حوش دائما أجيبها أكل بفلوس، فيها زكاة ولا ليش ما فيها زكاة؟ من وين عرفتوا؟ من وين عرفت ان ما فيها زكاة؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على السائمة فتكون المعلوفة بعكسها. هذا يسمى مفهوم الصفة. مفهوم ايش؟ الصفة، لأن الحكم علق على صفة فيكون ما عداه بخلافه. ولذلك لو قلت لكم أحد منكم طويل، لو قلت مثلا سأعطي درجة للطويل، طيب يجي واحد يقول والقصير، أنا أقول لا، أنا حطيت صفة
في اللي ما فيه في اللي عكس هذه الصفة ما يستحق. عرفنا وش مفهوم الصفة؟ هذا مفهوم الصفة. ومفهوم الصفة نوع من أنواع إيش؟ نوع من أنواع إيش؟ المخالفة. المخالفة. طيب طيب مفهوم العدد أيضا، لو قلت مثلا لكل واحد منكم 3 درجات، أنا نصيت على 3، معناه لن أعطي 4 ولا 5 ولا 6، هذا مفهوم عدد وهو أيضا من أنواع مفهوم المخالفة. إذن حاصل مفهوم المخالفة، حاصل مفهوم المخالفة أن المسكوت يخالف، يخالف إيش؟ أيوة يخالف المنطوق، يخالف المنطوق. نجي للحلقة بارك الله فيكم 18، وتتعلق بالاجتهاد والتقليد وأيضا الكلام على مقاصد الشريعة. بالنسبة للاجتهاد، طبعا المقصود بالاجتهاد بذل الوسع لتحصيل الحكم، بذل الوسع لتحصيل الحكم. حسين السؤال فقط إذا كان شيء غير واضح، غير كذا أرجع السؤال إلى 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 وقت آخر إلى أن ندعي. إذا شيء غير واضح يحتاج إعادة تفضل. طيب الاجتهاد بذل الوسع لتحصيل حكم شرعي. يعني الآن لنقل تهاني يعني جت مسألة أو سألتها يعني قريبتها، قالت أنت تدرسين في جامعة الإمام وش رأيك بحكم التشقيق، وهي لديها علم وتطلع الأدلة، فبحثت وبذلت جهدها وقرأت الأدلة ونظرت في المسائل ثم توصلت إلى حكم، نقول إنها إيش؟ اجتهدت. هذا هو الاجتهاد، هذا هو الاجتهاد. طبعا الاجتهاد له 4 أركان، مجتهد اللي هو العالم، ومجتهد فيه اللي هي المسألة مثل التشقير هذا مجتهد فيها، والنظر يعني عملية البحث ونحو ذلك، والدليل، هذه كلها تعتبر أركان لل أيوه أركان لل... للاجتهاد. طيب الاجتهاد له شروط؟ نعم، في شروط عامة وفي شروط خاصة. الشروط العامة يعني يكون مسلم عاقل بالغ يعرف الأدلة ونحو ذلك. الشروط الخاصة يعني لابد أن يكون له دليل وأن يبذل جهده، يعني تتعلق بذات المسألة. لكن لو سألتكم سؤال، الاجتهاد ما حكمه؟ ما حكم الاجتهاد؟ الاجتهاد ممكن يكون فرض عين، معناه على كل الناس، كل الناس لازم يجتهدون. الحقيقة ممكن يكون فرض عين، ممكن يكون فرض كفاية، ممكن يكون مستحب بحسب حال. يعني لو كان مثلا ما فيه إلا مجتهد واحد فقط، ما فيه إلا مجتهد واحد في البلد والمسألة واقعة، نقول له فرض عين عليك أن تجتهد. وممكن يكون محرم مثل ما قال حسين، لو كان يجتهد في 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 مسألة ما يصح له أن يجتهد فيها، فنقول اجتهادك إيش؟ اجتهادك محرم. طبعا عكس الاجتهاد التقليد. التقليد من الذي يقلد؟ العالم ولا العامي؟ اللي يقلد العامي ولا لا؟ العامي. العالم هو اللي يقلد؟ لا، العالم يجتهد، العامي هو اللي يقلد. طيب التقليد لا يخلو إما أن يكون في أصول الدين أو في الفروع. يعني هل يجوز الإنسان أن يقلد في العقيدة مسائل أصول الدين؟ يعني يقول أنا مسلم وأؤمن بالله لأن زيد يقول الله موجود، هذا يجوز؟ إذا مسائل العقيدة الكبيرة اللي يدخل بها الإنسان في الإسلام هذا ما يجوز التقليد فيها، ما يجوز التقليد فيها. لكن الفروع مسألة الطهارة، مسائل البيوع وكذا، هذه الراجح أنه يجوز التقليد، يجوز التقليد فيها. طبعا ستلحظون
تلاحظون ان اخر المحاضرة كلام عن المقاصد ولا لا، كلام عن المقاصد، هذه لعلكم تقرؤونها قراءة، يعني اقرأوها قراءة يكفي قراءتها، يعني لن أثقل عليكم فيها. المحاضرة 19 بارك الله فيكم تكون نقلة نوعية للمنهج، اللي راح كله يعتبر في إيش؟ في أصول الفقه. الآن ستدرسون ماذا؟ القواعد إيش؟ القواعد الفقهية، القواعد الفقهية مثل الأمور بمقاصدها ونحو ذلك. بالنسبة للقواعد الفقهية أنا سأعطيكم مقدمة حتى تكون يعني يتضح الحديث فيها. القواعد، في قواعد كبرى 19 و20 مع بعض، 19 و20 كلها بتكلم عليهم مع بعض. القواعد فيها قواعد كبرى وفي قواعد تندرج تحت القواعد الكبرى. وش معنى ذلك؟ يعني مثلا عندنا 5 قواعد هذه تعتبر أكبر القواعد. وش معنى أكبر القواعد؟ يعني أنها تدخل في جميع أبواب الفقه أو أغلب أبواب الفقه. يعني مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها هذه أي عمل لابد له من نية ولا لا؟ إذا نجدها تدخل في العبادة وفي المعاملة، في الحج، في الزكاة، في البيع، في كل شيء. فالقاعدة تعتبر قاعدة كبرى. أنا يهمني أن تعرفوا كم عدد القواعد الكبرى. خمس. ممتاز. القواعد الكبرى عددها 5. إذا عرفناها هذا لازم نعرفها، لأن ما عداها لا يعد من الكبرى، قاعدة لكنها قواعد تعتبر مندرجة. يعني كل قاعدة كبرى تحتها مجموعة قواعد. حنا بندرس هذه القواعد الكبرى سنجد تحت كل قاعدة 10 قواعد مثلا، تسمى قواعد مندرجة. لكن القواعد الكبرى هي الأعلى. القواعد الكبرى عددوها لي، أبيكم تعددون لي القواعد الكبرى. الأمور مقاصدي هذه واحدة، يلا لا ضرر ولا ضرار، ممتاز. أيضا أخذنا قاعدتين الآن، هذه من القواعد الكبرى 2. اليقين لا يزول بالشك، ممتاز. 3. باقي 2. المشقة قلناها اليقين، المشقة لا 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 لا، الأصل براءة الذمة، ما هذه تبع الأمور، تبع اليقين لا يزول، ستأتينا تبع إحدى القواعد، لا عبرة بالظن، لا ليست قاعدة كبرى، ليست قاعدة كبرى. القواعد الكبرى فقط 5، هذه مندرجة تحت واحدة من القواعد ستأتينا. القواعد الكبرى فقط 5، الأمور بمقاصدها اللي قلتوها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، وأيضا القاعدة الأخيرة إيش؟ العادة العادة محكمة، العادة محكمة. هذه القواعد لابد أن تحفظونها. ليش؟ لأنك إذا عرفت القواعد 5 عرفت أنها هي الكبرى فقط، وغيرها ليس من الكبرى. فلو سألت جاك سؤال مثلا وش القاعدة اللي قالها حسين قبل شوي، لا عبرة بالظن البين خطأه، هذه قاعدة كبرى صح ولا خطأ؟ وش تقولون؟ لأنها ليست من 5. إذا معرفة، ما نقول صغرى، نقول مندرجة، هي صغرى صح لكنها مندرجة تحت واحدة من القواعد، ستأتينا إن شاء الله.
عرفنا القواعد الكبرى. طيب ما هي أول قاعدة من القواعد الكبرى؟ قاعدة إيش الأمور؟ الأمور بمقاصدها. وش معنى الأمور بمقاصدها؟ وش تفهمون منها؟ وش معنى الأمور بمقاصدها؟ أيوة، يعني الأمور بحسب النية. الأمور بحسب النية. هذا معنى القاعدة. يعني إن أي تصرف يتصرف الإنسان حكمه بحسب نيته، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طيب لو سألتكم سؤال، وش الحكمة من مشروعية النية؟ لماذا الله عز وجل شرع النية؟ وش الحكمة من مشروعية النية؟ ما الحكمة من مشروعية النية؟ أنت قرأته أكيد. لماذا شرعت النية؟ ذكر الدكتور عندكم أمرين تذكرونها؟ تمييز إيش عن إيش؟ واضح أنكم ما قرأتم اليوم، ما تجاوبون. لا، ما هو تمييز اللسان. إذا ما قرأتوا توقفنا عشان تقرون تستعدون للدرس الجاي. لا، ضروري أنكم تجاوبوا معي. يقولون تمييز العبادات عن العادات. بضرب لكم مثال. الآن لو جاء خالد، ودخل وأخذ دش يوم الجمعة، هالدش اللي أخذه ممكن يكون عبادة، ممكن يكون عادة ولا لا؟ ممكن يكون جالس يتنظف، ممكن يكون يستعد لصلاة الجمعة ولا لا؟ هذا وارد وهذا وارد، صح؟ وش اللي يميز؟ ما الذي يميزه؟ من الذي يحدد ويميز؟ النية اللي تحدد النية. لا، وش دخل السواك المبارك؟ لا، نتكلم على التروش، أخذ دش ليس السواك. قلت مثال آخر السواك، يعني ممتاز، أحسنت مبارك، أحسنت. ممكن يتسوك الواحد كذا عادة، متعود أن يتسوك، ممكن يريد أن يكسب أجر. كيف نتميز أنها عبادة أو عادة؟ عن طريق النية ولا لا؟ إذن الحكمة من مشروعية العبادات، عفوا، الحكمة من مشروعية النية تمييز العبادات عن إيش؟ عن العادات. هذه حكمة واحدة. طيب هل في حكمة ثانية لمشروعية النية؟ يقولون تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. الآن ممكن مبارك يدخل المسجد الفجر ويصلي ركعتين، حنا ما ندري هل هي صلاة الفجر أو سنة الفجر. من اللي يميزها؟ النية ولا لا؟ ممكن أنه ينويها صلاة الفجر، ممكن أنه ينويها سنة. إذن اللي يميزها نية. إذن خلاصة الكلام هذا، بارك الله فيكم، أن الحكمة من مشروعية النية إما أن نميز ماذا؟ يلا جاوبوا، نميز العبادات عن العادات، أو نميز ماذا عن ماذا؟ رتب، أو نميز رتب العبادات. واضح بارك الله فيكم؟ واضح أكمل؟ طيب قبل شوي حسين قال النية محلها القلب ولا لا؟ طيب إذا قلنا النية محلها القلب، يترتب على هذا أمور. من ضمن الأشياء اللي يترتب عليها أنه ما يكفي أنك يا حسين أو أي إنسان يتلفظ باللسان
بدون القلب. يعني لو جاء واحد وقال اللهم اللهم اني يعني نويت اللهم اني اللهم لبيك عمره، قالها بلسانه لكن ما نوى بقلبه، يكفي ولا لابد من القلب؟ اذا لا يكفي التلفظ باللسان عن القلب، لابد من طيب هل يشترط انه يتلفظ بلسانه ولا ما يشترط؟ يعني لو جاء يصلي يقول اللهم اني نويت ان اصلي لك، هل يشترط؟ لا، ما يشترط انه يتلفظ، ما يشترط ابدا. طيب ايضا من المسائل اللي يعني تتعلق بالنية، يقولون اذا اختلف ما في القلب عما في اللسان فالمعتبر ما في القلب. يعني الانسان قد يتكلم بكلام لكن في نيته شيء، ممكن يقول مثلا لزوجته اذهبي الى اهلك وهو ناوي ايش؟ فنعتبر النية هو لا فنعتبر النية. طيب قاعدة الامور مقاصدها الان وضحت لنا، هل تحتها قواعد؟ نعم تحتها قواعد مندرجة تحتها، مثلا قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إذا سمعنا هذه القاعدة نعرف مباشرة أنها تحت القاعدة الكبرى، تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. على كل، أنا ما أريد أن أطيل عليكم لأنه اليوم أخذنا يعني مجموعة دروس، فلعلنا إن شاء الله نترك ما بقي إن شاء الله من مسائل القواعد للحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. وش سؤالك يا حسين؟ لكن لا تقول لي ما شرحت كذا أو شرحت كذا. ما هو سؤالك يا حسين؟ ما فهمت قصدك يا مبارك، فاتتنا أشياء مهمة وشلون؟ يعني قصدك أنك ما كنت تحضر سابقا، ولا قصدك تركنا أشياء؟ محاضرة 19 صعبة يا حسين، في شيء غير واضح فيها؟ فيها شيء غير واضح يا حسين؟ حسين سؤالي واضح، فيها شيء غير واضح لك؟ يعني قرأتها أنت وفيها شيء غير واضح؟ قله لي أشرحه لك الآن. طيب اقرأها واللي غير واضح أشرح لك. جيد؟ بالنسبة لمبارك، إيه تفضل مبارك تفضل. طبعا الوقت انتهى، اللي بينصرف لا بأس، انا بس ساجيب على سؤال مبارك ثم نقف. على فكرة احتمال وليس مؤكد، احتمال الاسبوع القادم ناخذ محاضرة واحدة فقط، احتمال، وقد ناخذ محاضرتين كلاهما، سانظر في الامر ان شاء الله. اللي ما حضر المحاضرات من أول لابد من حضورها تسجيلها كاملة. بالنسبة يا مبارك، راح سؤالك وين راح؟ بالنسبة لمبارك لابد أن تفرق بين أمرين بحكم أنك أظنك أول مرة تحضر. عندنا منهج وعندنا المحاضرات هذه اللي حنا نتكلم عليها. المنهج هو الموجود في المحاضرات اللي سجلها لكم الدكتور مسلم. حنا هنا نوضح بعض الأشياء، جزء من المنهج، جزء من المنهج نوضحه هنا، وهذا قلته كثيرا، ولو رجعت الكلام سيجد الأمر مكررا أني قلته. ما يلزم أني أشرح كل شيء من المنهج في هذه اللقاءات، يعني يكون تضح الجواب على سؤالك بارك الله فيك.
حسين اللي للفائدة نبهتكم عليه. جيد، أيضا نفس الكلام لتهاني اللي للفائدة نبهتكم عليه. موجود، موجود في المنتدى، في تدارس، في اليوتيوب، في كل مكان، ومفرغ، مفرغ في مذكرات. خلينا ننتهي يا تهاني، احنا ما انتهينا الآن بالمنهج. انت الآن تتكلم عن مراجعة وانتوا أساسا ما جاوبوا معي في الشرح، كيف تبوا مراجعة؟ احنا الان راجع، ما انت بتجاوبون معي. انت حسين ما معي اليوم ما شاء الله، ما يحتاج، بس البقية ما جاوبوا ولا قليل، يعني في ايضا من كانت احد الاخوات جاوب ايضا. ولذلك هي نجود، نعم احسنتي. دائما دائما التفاعل مع الشرح هو اللي يرسخ المعلومة كما قلت لكم يعني سابقا. شوف أنا أثق أنكم إن شاء الله الجميع بإذن الله مستوعب، وهذا تذكرون لما عملنا لكم مراجعة الأسبوع الماضي كيف يعني على الأقل نسبة 70% إجاباتكم كلها كانت صحيحة، فهذا يعني أمر مبشر بالخير إن شاء الله، أو 80%، أكثر من 80% إن شاء الله. بعد معاني مبارك، لكن عاد ما نقدر نقول، حاول تشوف لك يعني تسأل زملائك عن ملخص جيد وتذاكر منه. طيب إذا نسأل الله لكم التوفيق والسداد، ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، بالتوفيق.